كانوا مساحات كبيره في الدفاع اللي استغلوها وكانوا سجلنا اهداف. اليوم على الاقل كنا نهزموا بثلاثه ولا جوج، هذا اضعف الايمان. الانتصار خطفناه، يمكن الجمهور هو اللي دفع اللاعبين في الخط باش تسجل هدف بستاره، ساهم باش تبقى الشباك نقيه. مي على العموم ما نستحقوش هذا الانتصار هذا، ولكن راه الفرق لي شامبيون تيكونوا بحال هكا، مره ما يستحقوش، تيمروا مرحله فراغ ولكن تيقدروا يفوزوا ما ينهزموش. الحمد لله اليوم قدرنا نفوزوا، وكيف قلت لك لانه ملي ما تكونش الفريق منظم في الملعب تيكون سواء عنده جمهور اللي تيساندو وتيدفعو وتيخليه يتنظم ويخليه يسجل، سواء تيكون لاعبين بتجربه. اليوم كان الجمهور هو اللي ساندنا، هو اللي دعمنا، هو اللي عاوننا باش حقنا الانتصار اللي عاود. نرجع نقول ما نستحقوش. الا غنقول لك الاسباب غنبقى نقول اعذار. كاينه مسببات كثيره اللي خلات ما نظهروش بهذا المستوى هذا. اول حاجه انه ولينا تنحسوا بعقده، انه التعادل داخل الميدان ما حد الوقت يدوز، وحنا تنقولوا غادي نتعادلوا عاوتاني، غادي نتعادلوا حتى ولينا تنخليو فين يمكننا نهزموا. اليوم خلينا مساحات كون استغلها كون هزمنا. ارضيه الميدان غتقول لي مزيانه، وي متفق معك مزيانه، ولكن راه حتى حنا عاد دخلنا لها بحالنا بحال الخاص، دونك مازال نكتشفوا. ولكن على العموم هذا الانتصار هذا اللي ما نستحقوش، انا ديما كنقول لك راه ما نستحقوش، غادي يخلينا على الاقل المباراه المقبله داخل الميدان ما تكونش عندنا ديك العقده ديال التعادل، غتخلينا نتنفسوا شي شويه. كملاحظه اخرى، يعني كنا نعتبروا دائما وسط الميدان ديال اتحاد طنجه هو القوي، يعني جوج ديال المقابلات خاصه بني من التمارا لقينا خلل كبير داخل وسط الميدان، يعني اللاعب هيربي بوحدو غير كافي يعني باش يكون يعني كميليو تيرا، يعني بوحديته غير كافي. هو كاين ايرفي وكاين الشرادي وكاين زكي وكاين المرابط، هادو كلهم تيلعبوا وسط الميدان. كان مشكل اليوم، مشكل كبير، هو ما بين الخط فين كاين ايرفي والشرادي والخط فين كاين المرابط وزكي، كان وسطهم واحد المساحه كبيره كانت يستغلها رقم 7 تيزلي ديال وداد تمارا. حاولنا نو دخلنا الشوط الثاني في المستودع الملابس وريناهم هذه المساحه هذه وغطيناها شي شويه، ولكن من بعد عاوتاني تفرقوا وبقى هذاك الاسباس اللي كانوا تيستغلوا تيلعبوا.